السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انت ما عندكش حتى لا القدرة لا الرجولة لا حبة حمص في الراس باش انك تدير واش دار هو على الاقل. هذه هي الاشكالية، علاش راك تدافع على واحد بين اخلاق بيوت الرذيلة تاعو؟ سي انكرويابل انكرويابل. ويزيد ياكل، هذا تسمى ماشي تربية بيوت هذا اخلاق بيوت الرذيلة اللي عنده ما قدرش يبينها، ما عندوش الكفاءة باش يبينها. هماكم على بالكم اش قاعدين يديروا هما باش يبدلوا الموضوع من قضية النيجر واستدعاء السفير الجزائري في النيجر وانه مسحوا به الارض. اول مره لقى واحد يدافع على تربيه بيوت الرذيله وفرحان بروحه. قال لي لازم تخليه يهضر، سبحان الله، خليه يطيح، خليه يسب الناس. كيفاش حريه تبيان تربيه بيوت الرذيله؟ السلام عليكم شوقي. وعليكم السلام خويا، تفضل. صحة فطورك خويا. وانت زاد خويا، تفضل. حبيت نسقسيك برك شوقي ربي. باغي نسقسيك الفقره تاعنا. لا 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 لا، حبيت نطرح سؤال برك، سمحني. لا لا وعادي، هو باغي نسقسيك هذه ماشي سبب. تخوفنا كي تقولنا باغي نسقسيك، راك تخوفنا يا خويا. يا خويا واش شنو هو التصور تاعك؟ كيفاه نتصور وكيفاه الحل لهذا النظام؟ الحل من اجل تغيير هذا النظام. هل نوض نقاتلوا النظام كما صرا ونموتوا كامل وتتخلط؟ هل كاين حل ولا تصور واحد اخر اللي ممكن يوصل للحل؟ معناها الحل اي تفضل يزيد فضلك. الحل خويا باش يكون حل، او دائما نقول باش تغير هذا النظام ولا باش تنحي النظام هذا، ولا نحن انا شخصيا انا ضد اي اشكال من العنف. الجزائر شوف، الجزائر من 62 وهي في العنف. احنا في 5 جويلية 1962 بديناها بالعنف وبالمسيرات تاع سبع. الشعار كان 7 سنين بركات، ضلوا تصحيح وبعد التصحيح الثوري، وبعد وقبل التصحيح الثوري في اوت 62 تصفوا الناس، تصحى ما يسمى بالتصحيح الثوري اللي هو الانقلاب تاع 19 جوان. ماتوا الناس، جبهة القوى الاشتراكية لو كان رجعوا 63، حرب الرمال، وزيد 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 عمرها ما حبست القتيلة والموت في البلاد هذه، ولا واحد حب العنف. معناها المواطن الجزائري درك ما عنده حتى تصور، ما عنده المواطن حتى... شوف انا دائما نقول احنا ولينا في اشكاليه مزدوجه. عندك النظام والاشكاليه تاعو وردنا البلاد مضحوكه ومديها الواد والكوارث اللي نعرفوها كامل، بصح عندنا ثاني اشكاليه في الفرد الجزائري اللي هو نتيجه تاع السياسات منذ 1962. انت باش تبدل النظام هذا لازمك اداه، الاداه هي الشعب، هي الفرد الجزائري. ولكن الفرد الجزائري اليوم مدمر ومنوم. اسمح لي برك، هل الجزائري، هل المواطن الجزائري درك هل هو قابل هذا الجيل اللي راه كاين درك، جيلنا احنا واللي بعدنا واللي قبلنا شويه، هل راه قابل للتغير ولا للتغيير؟ ماشي او قابل ولا لا، وما كانش واحد راضي بالوضع تاع البلاد ولا، والناس كامل تقول لك الوضع كارثي. بصح الفرد الجزائري خايف، احنا عندنا الخوف اللي يقول لك البلاد رايحه تروح لاستقرار ويوليو الميليشيات الفزاعه. النظام الجزائري اصلا من الاستقلال هو يا احنا يا يتصدم علينا الولايات المتحده الامريكيه لما كنا في مع الحلف الشرقي، يا احنا يا القاعده، يا احنا يا كذا، يا احنا يا درك المغرب، يا احنا يا الامارات، يا احنا يا اسرائيل، يا احنا يا فرنسا، يا احنا يا اسبانيا. وبقى كل خطره نوم الناس بالفزاعات هذه. هذا هو الاشكاليه. درك انت الفرد هذا اللي اصلا هو غارق في العاطفه، هذه هي اكبر اشكاليه. كي تكون انسان عاطفي
يلعبوا بيك خويا، يقولوا لك راهي اسرائيل تتامر عليك. معناها فكري، معناها فكريا، فكريا المجتمع الجزائري مش مستعد انه يدخل مرحله تاع تغيير. هذا اللي حبيت نقول. مش هذه، انا نقول لك انا مش مستم، ونوم الناس في حال التنويم والتخدير، ولازم تفيق. معناها دوام الحال من المحال. لا شوف، انا نقول لك انا الرؤيه تاعي انه في البلاد هذه راح تكون شراره في الفتره القادمه، راح تكون حاجه تشعل الامور. الشراره الشراره راك عارف وين راح تؤدي، والشعب الجزائري عارف لماذا. وحنا وانا نقول لك انا ندير الدور تاعي، الناس اللي يقدروا يديروا الدور تاعهم انه الامور تكون متحكم فيها، حتى كي تكون الشراره هذه باش بلادنا ما تروحش للميليشيات والتقاتل والخرطي هذاك. هل يوجد من هو في الصداره اللي قادر يوجه؟ لا. معناها عدو اشكاليتين. ما عندناش احنا اصلا عندنا اشكاليه مع الاشخاص. اذا كان في اطار يكون احنا كمجتمع، كبنيه مجتمعيه، احنا اصلا دركا بقات لنا واحد العقده هذيك مع الفكره. احنا من نهار وقت ما صالي الحاج رحمه الله عليه، بحكم انه الفرد الجزائري صارت له واحد المرحله، في واحد الصدمه في حياته، كان عنده واحد الزعيم هكا، كانت الناس لدرجه انه ما صالي الحاج كان لما دخلوا فرنسا للشيز الناس تصوم بالحزب الشعب. ايه، وكان عنده واحد الفكره. من بعد هذاك الشخص محاوه من التاريخ. الناس الجزائري راه يجهل 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 من هو مصالح الحاج. ايه، ولهذا بقت لنا واحد الفكره اصلا بوخروبه لما جاء، الفكره اللي غرسها كانت المخابرات هذاك الوقت في الحيط، تكتب لهم ان سوليغو لو بوبل، بطل وحيد هو الشعب. هما كانوا حاطينه باللي شعار ثوري، ما على بالهمش باللي هذاك الشعار كانوا باش يمحيو الفكره تاع انه كاين زعيم. دونك الجزائري اليوم بقى متخبط كامل، احنا كامل بقات لنا واحد التخبط هكا، كانه من جهه نشوفوا باللي الفكره تاع الزعيم عندنا واحد الجاذبيه لها بحكم انه تاريخيا عندنا علاقه معها، ومن جهه اخرى دخلوا لنا الفكره بانه ما كانش هذه القضيه، وبانه كاينه شرعيه ثوريه والناس كامل دارت الثوره وغير ذلك. دونك نبقاو عندنا واحد العقده مع الاشخاص حنايا. ولكن لازم يظهر لي تغيير، لازم. مش تحدث انا على تغيير النظام فقط ولا حاجه، مش تحدث على النظام، نتحدث على الفكر المواطن الجزائري والتوجه نتاعو بصفه عامه. التغيير لازم من اجل الجزائر، لانه رايحه تروح للتقسيم. لو كانت تكمل الامور هكا في 5 سنوات قادر ما تلقاش حاجه اسمها الجزائر. بصح حاله المواطن الجزائري، حاله تاعو الفكريه، راه والله العظيم الا مزريه. عليها لازم، عليها قلت لك انا مانيش من الجماعه هذوك اللي يتخباو ويقول لك المشكل غير في المواطن لانه يخاف يتكلم على السلطه، ومانيش من الجماعه اللي يقول لك برك المشكل في السلطه وباللي الشعب تاعنا راهو احسن شعب في العالم. ماناش احسن شعب في العالم. ما كان لا احسن شعب لا والو، ما كان لا احسن ما شعب. ما نكذبوش على بعضنا، هذه راني متفق معك، وخصوصا في السنتين 3 سنوات الاخيره مع نظريه المؤامره ومع العاطفه هذه اللي غرسوها فينا وكلش، رانا عرضت لجناس عندنا للاسف، اخلاقيا فكريا في الجانب تاع التفكير العقلاني تقريبا يكاد يكون منعدم. لما نتكلم راني ما نقولش 45 مليون جزائري، راني نتكلم على العدد المؤثر، يعني العدد الاكبر اللي في الواجهه، مواطن اللي في الواجهه. وعندنا ملايين الناس اللي فايقين، عندنا ملايين الناس اللي ما همش عاطفيين. بصح للاسف درك الشيء اللي راك تشوفه والشيء اللي راه مؤثر في الاحداث هو الفكر العاطفي، واللي يستعملوا النظام كما يشاء. بالنسبه للناس اللي راهم يسمعوا فينا، نقدروا نقولوا لهم استنى هذه، انا مانيش عالم اجتماع، ولكن يظهر لي يبدا المواطن باش يغير فكره في حد ذاته. مش تكلم على النظام ولا تكلم على الافكار تاعو والوجود نتاعو في هذا الوطن. اي لازم هو يبدل فكره، ولازم في نفس الوقت حنا كي نخدموا على الفرد الجزائري، وايضا نخليو الناس. انا علاش نبقى نتكلم في المسائل السياسيه وفي المسائل اللي تخص حتى الخارجيه وفي صوره البلاد واش راه يدير النظام داخليا وفي الاقتصاد وغير ذلك، لانه لازم يبقى ايضا واحد الخطاب المعارض موجود. بصح الاولويه ثاني راه حنا نخدموا على ارواحنا، باسكو رانا حنا درك. انا اذا حب واحد يقول لك دير مشروع سياسي، كي دير مشروع سياسي لما تقدمه إذا ما عندكش فرد قادر، لازم وعاء اللي يكون يتجارى مع الأحداث.
فوالا هو الوعاء اللي يحتضن الخطاب السياسي هذاك ولا المشروع السياسي. اذا الوعاء هذاك ما كانش ولا مكسر ولا ماهوش قادر يحتوي هذاك الخطاب، ما تقدر تغير ولا شيء. دونك هذه هي العمل مزدوج خويا يكون. يظهر لي الناس اللي راه تسمع فينا تبذر في العمل على نفوسها وفي المحيط نتاعها على ديجا تغيير الافكار الجذريه المتجذره فينا من بكري، تغيير وجهه. ونحيو العاطفة والخرطي ولا العاطفة ما الخزعبلات العاطفة أيا ما كانت، تقدر تبني بها والو. العاطفة ما تقدر تبني، تقدر تبني بها علاقات حب. ايه، وحنا العاطفة اللي في بلاصتها في الأسرة ولا ما تلقاهاش. العاطفة تلقاها في الأمور اللي ما لازمش تكون فيها عاطفة، وهذا هو الإشكالية تاع المرض تاع المجتمع. وكي تتكلم على علم الاجتماع، لو كان جاو عندنا مختصين في علم الاجتماع لهم الشجاعة للتطرق لهذا لهم النوع من الحرية، المواضيع. الحرية خاصة الحرية. الشجاعة، باسكو الحرية مش موجودة. يظهر وحنا لي للأسف كاين بلدان، شوف كاين بلدان ما فيهاش حرية بصح تلقى ناس يخوضوا في هذه المسائل أيا كانت الضريبة. لكن للأسف بالنسبة للجزائر يظهر لي ما كانش أشجع من مالك بن نبي بكري. تتذكر مالك بن نبي وش صرا فيه في الجزائر؟ وماذا كان الثمن؟ كيف خلص حياته مالك بن نبي على بالك؟ خلصها من فين؟ في الإقامة الجبرية. هو الإقامة الجبرية ما كانش أشجع، يظهر لي ما كانش أشجع من مالك بن نبي، وافكاره غنيه على التعريف وما نقدروش حتى نوصل. ولهذا اليوم مثلا تاخذ علماء الاجتماع ولا المختصين في هذا المجال، مستحيل تكون، ولو انه انا ما يصدموني انه هناك البعض اللي راهم في عواصم اوروبيه ولا حتى في الولايات المتحده الامريكيه بصح ما يتكلموش. هذا هو الاشكاليه الكبرى تاع البلاد هذه خويا. بارك الله فيك سي شوقي، يعطيك الصحه خويا العزيز. صحه سحورك ومرحبا بك في اي وقت. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. آه كاين ناس محترمين، لكن انا قلت لك على العموم يبداو برك هذوك هكوك. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل خويا. لاباس كراك خويا؟ غاية الحمد لله. راني نسمع فضلتكم من ما فهمت والو. ما فهمت والو خويا؟ ايه. واش ما فهمتش نفهموك؟ هذه اللي كنتوا تهضروا عليها، كيفاش تشوف انت في الجزائر اليوم؟ احسن دولة، احسن دولة في العالم. ايه احسن دولة في العالم. ايه خير من الامريكان خويا. ايه فهمت درك علاش انت ما فهمتش واش كنا نهضروا؟ باسكو انت حاط اللي هي اليوم مزبلة على الهواء الطلق، اللي هي الجزائر تحت حكم النظام الجزائري، انت حاطها احسن بلد في العالم. معليش واش جات لك الجزائر باش تقول بلي راهي مزبلة خويا؟ انت من جمهورية تندوف خويا؟ من منين انت؟ من جمهورية تندوف انت يا ماك الجزائري؟ كيف هذه من جمهورية تندوف؟ كان حاجة سميتها جمهورية تندوف. من أين أنت؟ إلى من تنتمي خويا؟ أيوا على بالي جمهورية تندوف. أصلا على برك على برك علاش عرفتك جمهورية تندوف؟ عندكم واحد الصوت ديروه بعد الأكل، ضلوا تاكلوا أصلا باسكو متوفرة عندكم المواد الغذائية، ضلوا تاكلوا وتلمطوا. نعرفكم. وأنت من وين؟ واش انت ما فهمتش؟ انت تشوف في الجزائر افضل بلد في العالم هكا؟ على الاقل ما نشوفش فيها مزبله كيما انت تشوف فيها. خويا شوف سامحني انا غلطت، انا مع الاول قلت بالك جزائري. لو كان جزائري يقول لي الجزائر احسن بلد في العالم، ما خويا نقول له انت واش بيك، حنا رانا مزبله. بصح انت عادي انك تقول الجزائر احسن بلد في العالم. انتم راكم عايشين باموال الجزائريين متنعمين، انت راك عايش خير من المواطن الجزائري في تندوف، واش بيك؟ انت من حقك تقول الجملة هذه البطوشي خويا، من حقك انك تقول هذه الجملة. ايوه عندكم المرسيدس
عندكم المواد الغذائيه تبيعوها الجزائريين وتضلوا تدخلوا في المصروف، النساوين تاعكم يضلوا في لي كازينو في اسبانيا ويتنعموا باموال الجزائريين، العراسات تاعكم تبرحوا بالباكيه تاع الدراهم اللي المواطن الجزائري ما يشوفهمش حتى في احلامه، والجزائري راهو الماء ما عندوش، راهو شد الصف على الحليب، والله المستعان. شكرا لكم خويا، برك تعيش برك، لكن عندك اتصالات مع الجماعه في سوق الرابوني، قول لهم ينقصوا شويه السومه على برك المواطن الجزائري مسكين راه ما يقدرش يشري المرسيدس هذيك، هبطوا شويه في السومه صاحبي. تغلط في الناس زعما على بالك. هبطوا هبطوا خويا، شكرا خويا البطوشي على مرورك معنا، شكرا. فهمت علاش يحبوني البطاطيش؟ يجيو عندي يشتيوني، وزيد ما يقولوش باللي بطاطيش، يطلعوا على اساس ما يحبوش، عادوا يحشموا برواحهم يا البطاطيش. اكم شوكر انتوما، انتوما الجزائري اللي كيطلع لازم يحشم يقول انه جزائري، بصح البطوشي اللي عايش في جمهورية تندوف انت كي تطلع هز ارفع راسك با، على قلت بوتفليقة ارفع راسك با، راك شيكور المواطن الجزائري الحليب ما عندوش، انت عندك الحليب في جمهورية تندوف وانت مش جزائري، المواطن الجزائري ما يقدرش يدخل سيارات اكثر من 3 سنوات، انت يا البطوشي اللي استعمرت لنا تندوف لانك شيكور ولانه الجزائريين ماشي رجال، انت تقدر تدخل سيارات اكثر من 3 سنوات، ارفع راسك البطوشي ارفع راسك، ما تحشمش بروحك صراحة والله شوكر، راكم غلطين برك، وانني وعلى بالي تشتيو تجيو عندي ومنا، ما تحشموش ارواحو، مرحبا بكم وهزوا راسكم في السماء، راه الجزائري اللي لازم يهبط راسو ماشي البطوشي. شكون اللي عايش شيكور في الجزائر، الجزائري ولا البطوشي؟ البطوشي البوليساريو اللي ماشي جزائريين، عندهم لي مرسيدس يركبوا في الطائرات العسكريه، عباكش معناتها البطوشي انك انت بحكم انك صحار كما قال هذاك نهار في الفيديو، قال لك باش تشري السيارات هذوك لازم تكون عندك لي بابي، لازم تكون عندك الوثائق بانك صحراوي بانك تاع بطوشي، راهي بقيمتها الوثائق تاعكم يا اخويا، راك كي تروح لهذاك المطار العسكري راك انت عندك صف خاص باش تركب في الطائره العسكريه، وهذاك الجندي الجزائري بقى يستناك ما تبقى له بلاصه لما تركب انت يا البطوشي. دوك البطاطيش رفعوا راسكم صراحه، راكم شوكر في الجزائر، الوحيد اللي ماهوش شيكور في الجزائر هو المواطن الجزائري. ما نكذبوش على بعضنا، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. واش خويا لاباس؟ والله غايه الحمد لله. علاش خويا عندي واحد الملاحظه برك اللي نقدر نعطيها لك، ملاحظه والله تقدر تحكمها عندك، اعطينا مداخله تاعك والفكره اللي هي مداخله عنه. هي مداخله اوكي تفضل. اوكي هي مداخله تفضل. شوف انا راني نشوف على بالك في التعليقات المراركه راهم يقولوا كبسوا مزيان، هم كاين بزاف المراركه عندك مزيان خويا، راك تهضر كيفهم جماعه، مواطن جزائري راه تعلم اللهجه المغربيه باش تعطيو له الجنسيه المغربيه ويجي يشارك في كاس العالم 2030 وكاس افريقيا 2025 وباش يلقى الحليب في اسواق مرجان في مدينه العيون، العيون عينيه، عطاو له الجنسيه راه قال لكم مزيان، حنا مزيان ما نقولوهاش في الجزائر، هذا تعلم اللهجه تاعكم نورمالمون، انا يبان لي لو كان جيتو رجال في التعليقات راكم تساندوا طلب بالجنسيه تاعو صراحه، هذا اللهجه المغربيه يتقنها يا صاحبي، عاد يحشم باللهجه الجزائريه، حنا نقولوا مليح غايه ما نقولوش مزيان اخويا صراحه. شكرا لكم يا جماعة، ساعدوه بشد الجنسية.